إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في، أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على مرة أخرى في بث مباشر دائما من معرض طب الأسنان بمدينة الدار البيضاء. معنا أحد الحضور، أحد المشاركين في هذا المؤتمر ديال طب الأسنان بمدينة الدار البيضاء، اللي هو طبيب مصري. كنقولوا ليه اهلا وسهلا ومرحبا بك في بلد ثانيه. غادي نسالوه حول المشاركه ديالو في هذا المؤتمر، وكذلك حول الرؤيه ديالو والنظره ديالو لطب الاسنان بالمغرب. واش كاين شي تطور في طب الاسنان في المغرب او لا؟ العديد من التفاصيل اللي غادي نعرفوها على لسان هذا الطبيب المصري. فنتمنى انكم تبقوا معنا مشاهدينا الاوفياء. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بك. كيف حالك اخي؟ الحمد لله. اهلا بك في بلدك الثانية. ربنا يخليك، اهلا بك، اهلا بك انت. السؤال حول المشاركة ديالكم انتم كطبيب اسنان من مصر الشقيقة، هذا المؤتمر هنا في المغرب، جاتكم الدعوة هنا في المغرب، جاتكم المؤتمر، يعني الرؤية ديالكم حول هذا المؤتمر هنا. صراحة دي تاني مرة ليا ان انا اجي ازور المغرب وخصوصا كازابلانكا. ومش مش مش غريب عليا المجتمع طب الاسنان المغربي، من قبل ما اجي حتى بتابع دكاتره كتير مغاربه على منصات التواصل الاجتماعي، وكنت عارف ان المستوى اللي انا لاحظته هنا كان مستوى جميل جدا، خصوصا ان انا اديتني يعني زي ما قلت لك دي تاني مره ليا في المغرب، وكنت بدي باجي ادي كورس انا في اخصائي في علاج الجذور، فورماسيون في علاج البذور، ومن اول مره ومن تاني مره كنت بلاحظ مستوى كويس جدا 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 من الدكاتره اللي انا بشوفها. واحسن حاجه في لاحظتها في الطبيب المغربي بالذات ان هو عنده شغف كبير انه يتعلم، ومن فينا رغبه التعلم، رغبه في التعلم فعلا، من 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 حتى واحنا بندي الكورس في الاستراحات، حتى في الاستراحه كانوا بيسالوا وكانوا دايما عايزين يعرفوا اكتر وعايزين يستفيدوا من الخبره الجديده اللي مش اللي من مجتمع تاني ومن حاجه تانية، من مجتمع تاني لطب الاسنان زي المجتمع المصري. فده اكتر حاجه لاحظتها فيهم، هو رغبتهم الشديده جدا في انهم يتعلموا، رغبتهم جديده جدا انهم يتعلموا وانهم يعرفوا حاجات جديده اكتر. بالنسبه للمستوى اللي انا شفته هنا لطب الاسنان، لا المستوى جميل جدا وباين جدا من المعرض. معظم الشركات اللي احنا اللي موجوده في مصر موجوده هنا، بتعرض نفس المنتجات، يمكن في منتجات كمان احدث كانت موجوده هنا لسه هتنزل مصر قريب. فبالنسبه للمستوى العام بتاع المعرض، المعرض كان جميل جدا وشيء فعلا يفتخر به الطبيب المغربي. وبالنسبه للدول العربيه لربما متقدمه في الاسنان، من الناحية التقنية خلاص العالم بقى قرية صغيرة، ومعظم الشركات العالمية بقى ليها وكلاء في معظم البلاد العربية. فبالنسبة ان احنا نتابع التطورات في الأجهزة والمواد الخام والتكنيكس اللي تنزل جديدة، فده بقى متوفر جدا في معظم الدول العربية. من الدول اللي انا زرتها المغرب ومصر في الإمارات السعودية، فبالنسبة للأجهزة والمواد الجديدة لا متوفرة وموجودة. والاهم منها هو تطبيقنا، ان الطبيب العربي لما بيلاقي حاجه جديده او بيلاقي طريقه جديده في العلاج، بيلاقي جهاز جديد في العلاج، ما بيتاخرش ابدا ان هو يبدا يتعلم عليه ويتعلم ازاي يشتغل بيه، وكمان يطور عليه ونعمل ابحاث عليه. في حاجات، في اجهزه كتير ومواد كتيره جدا اتعمل عليها ابحاث ودراسات في رسائل ماجستير ودكتوراه في الدول العربيه كلها. ممكن في مصر ليا خبره كتيره جدا مع دراسات اتعملت على اجهزه تم تطويرها في الجامعات المصريه، ومواد تم فحصها واختبارها في الجامعات المصريه. فمستوى التقدم العلمي او متابعه التقدم العلمي في الدول العربيه اللي انا شفتها، لا احنا متابعين، وبالعكس احنا كمان بنطور على اللي بنلاقيه. بالمقارنه مع الدول الاوروبيه والاجنبيه، واش الدول العربيه باش كتطهي مستوى مكانة الطبيب العربي في خصوصا طبيب الاسنان العربي، وانا هتكلم عن تخصصي بالذات كمان مجال علاج الجذور، مكانة الطبيب العربي معروف عالميا. لا مفيش، لو اي حد من المجال او حتى بره المجال يقدر يكتب على الفيسبوك او على السوشيال ميديا اي مجموعه اسنان عالميه، اي جامعه حتى عالميه، هتلاقي فيها دايما طبيب عربي او طبيب مصري. بالذات انا متابع المصريين كلهم منتشرين في كل الجروبات العالميه،
وليهم بصمه كبيره جدا في العالم، ولو من اساتذه الجامعه من انفلونسرز في المجال نفسه على السوشيال ميديا، الطبيب العربي مكانته معروفه جدا. يعني كمان الاثمنه ديال زراعه الاسنان، واش نفس الثمن المقارنه مع الدول العربيه او في المغرب ربما؟ بص، في طب الاسنان بالذات، في طب الاسنان بالذات السعر بيتحدد حسب المهاره، لان انت في طب الاسنان ما بتاخدش سلعه، يعني مش زي ما بتروح السوبر ماركت فبتجيب مثلا خضار او بتجيب سلعه معروف ثمنها ومعروف تقديرها، لا انت هنا بتقدم خدمه، فمهاره الطبيب هي الشيء الاساسي اللي بيحدد السعر. مهاره الطبيب، يعني انت ممكن تاخد نفس الماده الحشو، نفس ادوات الحشو، لكن لو طبيب مش ماهر وطبيب ماهر، فهنا السعر مش متحدد على حسب الماده اللي موجوده او حسب الماده الخام، لا، على المهاره اللي هيحط بيها الطبيب الماده دي وهيشتغل بيها. فالسعر في طب الاسنان بيعتمد على المهاره. هو السعر كمان بيشمل حاجات كتير جدا، منها الظروف الاقتصاديه للبلد، مستوى الطبيب، ففي اختلافات كتيره جدا. يعني انا ما اتحتليش فرصه ان انا اعرف اسعار خدمات طب الاسنان هنا، لكن اللي اقدر اقول من ناحيه الجوده فهي في ناس بتقدم جوده كويسه جدا هنا في المغرب. غادي اخر سؤال، بالنسبه هنا داخل المغرب في جدال ما بين صناع الاسنان وطب الاسنان، اطباء الاسنان وصناع الاسنان، كاين جدال قائم على الحقيه والاولويه ديال كل واحد طبيب اسنان. واش في مصر نفس الاشكال؟ واش كاين صراع مع طب الاسنان وصانع الاسنان؟ صانع الاسنان انت قصدك هنا التاجر اللي بيقدم الادوات؟ لدينا ما يسمى بصانع الاسنان، صانع الاسنان هو المخبري اللي بيعمل بص، هو احنا دورنا لازم يبقى مكمل، ما فيش حد دوره احسن من حد او اقل من حد. الدكتور لو ما اشتغلش في الاسنان كويس، لو ما خدش المقاسات بتاعته او الامبريشنز كويسه، المعمل مش هيقدر يشتغل كويس. ونفس الحاجه، المعمل محتاج طبيب الاسنان اللي عنده الخبره انه يقدر يتعامل مع المريض. فالصراع ده انا شايف ان هو ملوش اي وجه من المنطق حتى، لان احنا في النهايه في صناعه او في مهنه مكمله، احنا مش ضد بعض، احنا بنكمل دايما بعض. لا انا اقدر اشتغل من غير صانع الاسنان، ولا صانع الاسنان هيقدر يعمل اسنان من غير ما اديله المقاسات بتاعتي. فانا شايف ان الدور مكمل، وان الصراع مش منطقي خالص. يعني وفي مصر حتى بيحصل شويه مناوشات على مين المفروض يقول كلمته، او مين يكون يمشي كلمته، او مين له الكلمه العليا. لكن في النهايه انا نفسي لما بتعامل مع صانع الاسنان بتاعي بيبقى على مستوى التفاهم. لو في مشكله عندي في الشغل بتاعي بنتناقش فيها، في مشكله في الشغل بتاعه بنتناقش فيها، لان في النهايه احنا الاثنين هدفنا مصلحه المريض. غادي سوف نخرج عن الاطار المهني وندخل الى المجال الرياضي، رغم انك كما قلت لي ماليش في الكره قوي. يعني نهائي افريقي خالص بين الاهلي المصري ووليدات البيضاوي. انا زي ما قلت لك قبل المقابله ان النهائي عربي فكلنا كسبانين. انا هفرح جدا لو الوداد كسب، وزي ما هفرح لو الاهلي كسب، لان في النهايه زي ما انت قلت كده النهائي عربي. اذا مرحبا بك مره اخرى في بلد ديال الثاني المغرب، وكنشكرك على الزياره وكنشكرك على هذا. اهلا بك. اهلا بك. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. اذا كيف شفتوا معنا مشاهدينا الاوفياء، كان هذا طبيب مصري وائل، اللي كنقول مره اخرى مرحبا بك في البلد ديالك الثانيه المغرب. اذا ما بقى لي الا وداكم على امل لقاء بكم بث مباشر اخر. مصطفى القرناوي من طاقم شوف تي في يحييكم، الى اللقاء.